مستمرين معكم مستمعينا ببرنامج عالطريق، وزي ما ذكر معن انه رح يكون معنا مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي ليحكي لنا اكثر عن دور المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بالاحداث اللي عم بتصير هلا حاليا بقطاع غزه وفلسطين. وطبعا اليوم عندنا صاحب وصانع محتوى مهم جدا، تامر بسيسو. تامر مساء الخير. اهلا وسهلا فيك. النور، أسعد الله مساكم. أسعد الله مساءك. تامر، اليوم لاحظنا في طلب كبير من الجماهير ومن المتلقيين ومن المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي من صناع المحتوى اللي بتابعوهم واللي بيحبوهم أنهم يكونوا جزء مهم، وهو لازم يكونوا جزء مهم من هذه القضية ومن هذه الأحداث، وبنشر الصورة الحقيقية والتعاطف والتضامن مع هذه القضية اللي هي إحنا في الأصل أصحابها. احكي لنا أكثر عن دور المؤثر في يعني إدارة الرأي العام، خلينا نحكي وتوجيه الرأي العام حول الحقيقة والصورة الصحيحة. طبعا بالبداية بحب أشكر كل صانع محتوى وكل مذيع وكل صحفي وكل قناة تلفزيونية وكل إذاعة راديو ساهمت في نشر الحقيقة اللي بتصير عند إخواننا في غزة وفلسطين بشكل كامل. طبعا الدور الأكبر والأصعب اللي هو على المؤثرين، علشان هم الأعلى مشاهدة بين كل هالوسائل الإعلامية والسلاح الإعلامي الأقوى اللي في العالم موجود. طبعا إحنا بحاجة دور كل مؤثر في العالم، وحاليا قاعدين إحنا بنترجم المأساة اللي بتصير عند إخواننا في غزة لكل لغات العالم. والمشكلة الأكبر إنه الحقيقة قاعدة بتتغير للغلط، أو بما معناه قاعدين بيغيروا الحقيقة، قاعدين بيستعملوا هذا الإشي لصالحهم، لكن للأسف لم ينجحوا وانقلبت الطاولة عليهم آخر 3 أيام. وبنواجه قاعدين صعوبات كبيرة بالمحتوى قاعد بنحدث. هل بصير تضييق عليكم كصناع محتوى مؤثرين مختلف عن التضييق اللي بصير عن المستخدم العادي لمواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني اليوم في اشخاص بحكي لك شخص طبيعي عادي انه لما بده يعمل شير بيلاحظ في تضييق، ولكن انت اليوم كصفحة عامة وشخصية عامة وصفحتك معروفة وعليها الملايين الاشخاص، هل هناك تواجه تضييق تحديدا لكم؟ اكيد طبعا، هم أصحاب البيت وإحنا قاعدين بنحارب بالبيت وصاحب البيت. يعني للأسف هم أصحاب هذه المواقع وهم أصحاب الأجهزة اللي إحنا قاعدين بنحارب فيها وبنشر فيها الحقيقة، لكن إيش ما سووا الحل الوحيد عندهم عشان يوقفوا صناع المحتوى أو الإعلاميين أو الناس اللي عندها حسابات على السوشيال ميديا يقطعوا النت عن العالم، لكن لن ينجحوا إن شاء الله تعالى. وحساباتنا تدمرت، حساباتنا أكلت بلوكات وإنذارات وشطبوا فيديوهات وشطبوا صور وشطبوا منشورات، لكن بفضل رب العالمين وأصحاب الهمم والشباب اللي موجودي عنا قدرنا بآخر فترة إن كيف نقدر نوصل المعلومة نتغلب على الخوارزميات تاعت التطبيقات تبعتهم والذكاء الاصطناعي. في كثير طرق مرتوية لتوصيل الرسالة، مستمرين بإذن الله تعالى. بدنا نحكي تامر قدي مهم إنه الأشخاص مثلكم المؤثرين إنه ما يزهقوا ينشروا الحقيقة على السوشيال ميديا. الاستمرارية. ما في حدا بيشوف هذه المناظر اللي إحنا قاعدين بنشوفها كل يوم على السوشيال ميديا وحكي لك زهقت أو مليت أو تعبت، عيب يعني الواحد يحكي هذا الإشي. يعني اللي بيزهق واللي بتعب بس إخواننا بغزة الله يعطيهم العافية، هم الوحيدين اللي مصرح لهم يحكوا زهقت أو تعبت أو مليت أو مش قادرين نكمل. إحنا الحمد لله رب العالمين عايشين بألف نعمة، فإحنا المفروض نكون ظهر لهم وسند لهم ونوصل رسالتهم. وزي ما أنت شايفين كيف قاعدين بيستهدفوا صناع المحتوى في غزة والإعلاميين في غزة والصحفيين في غزة ومكاتب التلفزيون والإذاعات، كله تم قصفه واستهدفوهم بشكل مباشر من أول الأزمة. فبأي طريقة قاعدين بيحاولوا إنهم يوقفوا نشر الحقيقة والفيديوهات والصور المؤسفة للشهداء والأطفال والنساء اللي موجودة بغزة. إحنا مستمرين معهم بإذن الله. تامر، في سؤال أخير، أنت اليوم بتابعك من أعمار مختلفة وهناك فئة عمرية صغيرة، اليوم بتشوف تامر كقدوة وصانع محتوى بتتابعه بالعادة تستمتع في هذا المحتوى، هل تصلك رسائل من هدول الأطفال للاستفسار أكثر للتوضيح من خلالك لما يحدث؟ هل بيوصلك رسائل لناس فعلا من هذا الجيل الصغير اللي فعلا اليوم وعي وصحي على
أكيد طبعا ورسالتي مهمة للجيل الصاعد الجيل الجديد إنه إحنا نعلمهم مين الصح ومين الغلط، مين العدو ومين ال وإيش صار بإخواننا في فلسطين. للأسف يعني الجيل الحالي جيل تم استهدافه عقليا بالسنوات السابقة إنه ما يركز على الأمور هاي، يركز على الألعاب ويركز على الشغلات اللي تلهي عن الأشياء الصح اللي بتصير في هالدنيا. لكن بفضل رب العالمين جيل واعي جدا وجيل وطني جدا وجيل محب لبلده ولفلسطين ولوطنيته العربية، وهذا الشيء مطلوب من كل الناس، من كل الأهالي، من كل المدارس، إنهم يعلموا أطفالنا وولادنا الحس الوطني والأشياء اللي قاعدة بتصير في الوطن العربي بشكل عام، مش بس فلسطين. نعم، ضروري هاي الرسالة توصلهم. وإحنا بدنا نشكرك تامر بسيسو صانع المحتوى والمؤثر، شكرا على وجودك معنا في برنامج عطريق.